بمعنى هذه الثقافة ديال التعدد هي ثقافة مغربية أصيلة سنحافظوا عليها ونكونوا مجتمع سلمي قوته في الحوار، قوته الأساسية في الإنصار، ماشي قوته في الصراخ أو رفع الصوت أو رفض الآخر أو احتقار الآخر أو تشويه الآخر. هذه اللغة لا مستقبل لها، لا مستقبل. ولذلك تلاحظون تلك الحكومة اليوم عندما نواجه بكثير من الكلام الفارغ لا نرد، لا نرد. عشان ما نردوش، لأن يعني كل ينفق ما عنده. وما صلى سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، تعرفون القصة اللي يكون فيكم ما عنده؟ تعرفوها؟ عيسى عليه السلام كان ذات يوم يمر مع حواريين ديالو، فمر على قوم فدعوا للإسلام. مع الإسلام راه الإسلام، راه الإسلام ديال سيدنا عيسى، والإسلام ديال سيدنا موسى، والإسلام ديال سيدنا إبراهيم، والإسلام ديال سيدنا آدم، والتوحيد. أما الشرائع فكتبدل من زمان إلى زمان، لكن الإسلام كعقيدة راه هو توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته وإلى آخره. فدعاوا الإسلام، فردوا عليه بكلام سيء، سمعوا كلام خير، وعادوا وقال لهم كلام طيب، وردوا عليه بكلام سيء. واحد من الحواريين ديالو قال لي يا نبي الله، الحين بزاف هادشي، زعما بحال بغات هو باش تو يقول لهم شي كلام قاسي. قال له عيسى عليه السلام: كل ينفق مما عنده، كل ينفق مما عنده. انا ما عنديش بضاعه الافتراء والكذب والاختلاق والتشهير والتشويه والسب والشد، واحد اللي ما عنده هي باش كبر، هي اللي عنده في المزيوده ديالته، ما عندوش شي حاجه اخرى، ما عندوش فكر، ما عندوش رؤيه، ما عندوش مشروع، ما عندوش برنامج، ما عندوش اخلاق، ما عندوش قيم. أنا مهمتي ماشي تدخل معاه في لغتي في مربعي، لا أبدا، ترى بداك المستوى ديال، لا، دائما تبقى المستوى ديالك. فصاحب رؤية، صاحب مشروع، صاحب أخلاق، صاحب فكر، صاحب مؤسسات، صاحب وضوح في المجتمع، صاحب علاقات، بقى في المستوى ديالك. والزمن جزء من العلاج والتصفية. اليوم أقول لكم لا مستقبل في أي مجال، لا في السياسة ولا في الجمعية ولا في الاقتصاد ولا في أي شيء، لكل ذي بضاعة هزيلة.